أهلا بحضراتكم مرة أخرى. منصات إلكترونية وقنوات تقليدية بتعمل على مدار الساعة فقط لنشر أكاذيب جماعة الإخوان الإرهابية، بتعمل على مهاجمة الدولة المصرية، وتعمل على تشويه وتزييف الحقائق، وأيضا على نشر الشائعات، ولا تترك فرصة لتهاجم وتشوه كل إنجاز للدولة من خلال حملات منظمة لنشر أفكارها الهدامة بهدف زعزعة استقرار الوطن. وهو بالطبع ما يتطلب جهود وخطط شاملة لمواجهة وتوعية الشباب بأخطارها. للمزيد من النقاش حول تلك القضية يسعدنا استضافة الدكتور محمود علم الدين، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام وعضو الهيئة الوطنية للصحافة. دكتور محمود أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا ستي. أهلا وسهلا. خليني أبدأ معاك بسؤال عام، حضرتك كيف ترى حرب الشائعات على مصر في الفترة الماضية؟ شوفي، يعني هي حرب شاملة كاملة مستمرة من 2013، من 3 يوليو 2013، وهتفضل موجودة طوال ما مصر ماشية في طريقها وبتنجز وبتحاول ان هي تحافظ على استقلالها وبناء الدولة الوطنية. ليه؟ لازم الشباب يعرف ان اللي حصل في مصر وقاده الرئيس السيسي والشعب ايده ودعمه كان اسقاط وايقاف لمخطط كبير في منطقه الشرق الاوسط. كان بدا يكتحل منطقه، شفنا اللي حصل في سوريا، شفنا اللي حصل في العراق قبل كده، في ليبيا، في اليمن، وكانت الجائزه الكبرى هي مصر. الجائزه الكبرى سقطت منهم ومن حليفهم، يعني اللي هو الحليف الاخواني الشهير في 2013، فجن جنونهم وبدأوا المعركة، حاولوا إرهاب الدولة في الداخل. احنا عشنا يعني شهور في عدم استقرار أمني بعد 2013، لكن الحمد لله الشعب والجيش والشرطة بقيادة الرئيس السيسي نجح ان هو يعيد الاستقرار والأمن، واعتقد ان ما عادش القضية الهاجس الأمني اختفى وفكرة الانفلات الأمني راحت. فبقي أن تفتت الجبهة الداخلية، أن يحدث نوع من السخط، أن ينقلب الشعب على الحاكم وعلى السلطات التنفيذية، وده هدف كل الشائعات. عشان كده كل يوم بنلاقي خبر زائف، كل يوم بلاقي شائعة، كل يوم بلاقي كلام في قضايا بتأثر على الناس، في الصحة، في التعليم، في الاقتصاد، في متاعب الحياة اليومية. وأنا بقول لحضرتك لن تتوقف طوال ما مصر ماشية صح، وطول ما هي ماشية صح هتزيد، لكن أعتقد إن إحنا يعني بدأنا نعي إنه هذه الأشياء يعني تستهدفنا، والصورة مختلفة دلوقتي تماما. دكتور محمود، يمكن الشائعات هي حرب يعني او نوع من انواع الحروب على الدولة المصرية. كمتابعة حضرتك اعلاميا لهذه الشائعات، كيف بيتم انتقائها يا فندم؟ بصي، يعني احنا نرجع لتعريف الشائعة. تعريف الشائعة خبر مختلق مشكوك فيه، بيتناول موضوع مهم وهناك غموض حوله. يعني في موضوع يهم الناس وفي غموض حوله، ببدأ انشر معلومات مشكوكة فيها عنه، يبقى البديل ايه؟ اوفر المعلومات. فهنا الشفافية بتبقى بداية الحل. لكن اللي بيحصل كالآتي، اللي بيحصل ان انت قدام آلة، الآلة دي كل يوم عايزة تعمل ايه؟ عايزة تعمل تفتيت للجبهة الداخلية، تشتيت الانتباه، ارباك. فكل يوم زي ما احنا بنقرا الجرايد وبنشوف صفحات المواقع، في ناس اعداء بتقعد تقرا برضه المواقع وتشوف صفحات الصحف وتبدا تشوف الاخبار الموجوده وتقول يا ترى هنعمل ايه النهارده؟ نطلع ايه؟ صحيح. ننكد على الناس بايه؟ فبيبداوا ياخدوا من بين اللي موجود اشياء يعملوا لها فولو اب ويبداوا يفبركوا فيها، لدرجه ان احنا مثلا بنتكلم قبل دخول الاستوديو انه في بعض الاخبار بتبقى نص الوقائع صح ووقعه مدسوسه وباقي الوقائع صح. فده جزء من تكنيكات التضليل الاعلامي، ان انا بحط بدس وقعه مفبركه سم في وسط وقائع حقيقيه عشان يشربها المتلقي وياخذها بهدوء. فيعني هنا في آلة زي ما حضرتك قلتي، آلة
شغاله يوميا. الاله دي الخطوره ايه دلوقتي؟ ان هي بقت تبقى متعدده المنصات. بالظبط. يعني في قنوات تلفزيونيه اشهرها طبعا القنوات اللي موجوده بتطلع من تركيا وبتطلع من لندن، سواء كانت قنوات يعني مدعومه من تركيا او مدعومه من قطر او كانت الجزيره وشركائها، دي موجوده. مواقع اخباريه، صحف ايضا بتمول لهذا الغرض، يعني دي الايه صحيح. لكن هي الخطوره ايه بقى؟ انه احيانا بعض المواقع الصديقه والشقيقه بتنشر اخبار بدون ان تتاكد، يعني ودي بتبقى ايه اللي بنسميها الاخبار الزائفه بقى او الاخبار الكاذبه، وبيبقى ظاهرها واضح لكن وسليم، لكن فيها اشياء بتحتاج. عشان كده يمكن انا شايف اليومين دول ان في جهد بيبذل على مستوى سائر الاعلام وعلى مستوى الدوله في ضبط هذا المجال، بمعنى ان لابد ان احنا نؤكد على الدور اللي بيعمله مركز معلومات مجلس الوزراء. صحيح. بقياده الدكتوره نعايم سعد زغلول الحقيقه، يعني طيب. ليه في عمليه، يعني اقدر اقول ان في عياده شائعات بتلتقط بتحلل بتبحث عن حقيقه الموضوع ثم تنشره. طب يمكن حضرتك ذكرت نقطه في غايه الاهميه، وهي وقوع بعض المؤسسات الصحفيه في براثن نشر الشائعات عن طريق اخذ الخبر بدون التاكد منه. ده بيعود لايه يا فندم؟ يعني لقله خبره، عدم تدريب؟ بيعود لاشياء كتيره جدا. يعني نمره واحد، انه الصحفي احيانا موضوع الخبر والماده اللي بتحتوي عليه كقيم خبريه، يعني خبر جديد في غرابه متعلق بشخصيات مهمه جواه صراع، فالقيم الخبريه عاليه جدا وعن دوله بحجم مصر، فما بيلحقش ان هو يعمل التحري الكامل فبينشره، او ان معظم الوقائع اللي في الخبر سليمه ما عدا وقعه هي اللي فيها شك فبيسرع بنشره. الان في العالم بقى الصوره تكاد تكون مختلفه. انت عارفه حياتك انه من 2016 حتى الان في كلمه دخلت القاموس ما كانتش موجوده، اللي هي الفيك نيوز. الكلمه دي اللي اطلقها الرئيس الامريكي ترامب في احد المؤتمرات الصحفيه على مراسل سي ان ان، قال له المفروض تغير اسم قناتك تسميها اف ان ان، واتهمه بان هو مزيف للاخبار. ليه؟ لانه خلال هذه الفتره في كم من الشائعات وكم من الاخبار غير الدقيقه انتشرت في وسائل الاعلام، وكان بدايتها من السوشيال ميديا. صحيح. الى الحد انه هناك حصر بانه هذه الاخبار الزائفه تسببت، وايضا ما نشر في السوشيال ميديا من تعليقات بهويات مزيفه تسببت في التاثير على الانتخابات في 16 دوله. فالعالم بدا ينتبه لهذه المساله، وبدات معظم الجهات الاكاديميه والمهنيه تشتغل، حتى محركات البحث الشهيره وشركات التكنولوجيا، يعني مثلا واتساب دلوقتي قلل عدد الافراد اللي ممكن تحول لهم رساله، يعني كان الاول مفتوحه بتوصل 20 واكثر، دلوقتي اعتقد 6 فقط. ليه؟ لانه في الهند تسبب الواتساب في سقوط حوالي 24 قتيل نتيجه لايه؟ لشائعات انتشرت عبره ان في ناس نزلت مدينه من مدن الهند عشان تخطف الاطفال وتعتدي عليهم، فجم الغرباء دول جم الناس شافوا الغرباء ومسكوا بعضهم واعتدوا عليهم وحصلت اضطرابات دمويه. في ألمانيا برضو أثناء مظاهرات قامت بها بعض الأقليات هناك متطرفين، نشرت شائعات عن أشياء سلبية كادت تؤدي لمواجهات دموية.
في فرنسا نشرت برضو شائعات على الواتساب ان في ناس لابسين لبس مهرجين واقفين عند المدارس الابتدائي يخطفوا الاطفال. فعملت ذعر في المجتمع الفرنسي، فبقت ظاهره موجوده. فده ادى لايه؟ انه كل الجهات بدات تشتغل. الى الحد دلوقتي بقى عندي حاجه ما كانتش موجوده اسمها مواقع تحري صدق الاخبار، فاكت تشيكينج سيستم او فاكت تشيكينج سايتس. دي موجوده يعني هنا يا فندم؟ يعني احنا في الطريق من يعتقد ان في محاولات هنا بدات لهذا، لكن هي المساله مرتبطه بايه؟ ان انا يبقى عندي قاعده بيانات قويه بحيث انه بمجرد يجي خبر مشكوك فيه فبدخله على الابلكيشن فبيبدا يفتت في بيانات ومعلومات الخبر ويبدا يشوف الصح. يعني بتحصل عمليه اللي بيسموها فيريفيكيشن او عمليه بيسموها ايه، تحري عن صحه المعلومه. وايضا يعني بقى في عندي ايضا فاكت تشيكينج سيستم للفيديو وفاكت تشيكينج سيستم للصور الفوتوغرافيه بحيث ان اقدر اتحرى. يعني دي اعتقد احنا في الطريق ان هي تكتمل بحيث انه ناخد النموذج مثلا بتاع ليبراسيون الفرنسيه، ان هي عندها ابلكيشن بيدخل عليه كل الاخبار واقدر اوصل لها. يعني الابلكيشن ده اصلا تم العمل به في بعض البلاد، في بيبقى مربوط بقواعد البيانات مباشره، بس هو مبني على فكره ايه؟ مبني على فكره المضاهاه والمقارنه. ان في واقعه النهارده منشوره مثلا عن ميزانيه التعليم العالي، الواقعه دي عشان اتاكد منها لازم ارجع للاحصاءات، الابلكيشن ممكن يوفر لي الاحصاءات. في حاجه مرتبطه مثلا بقوانين خاصه بترقيات قطاع معين من الموظفين او قطاع معين من العاملين في الدوله، على طول عندي في قاعده البيانات فيها قانون. فهي نحن نحتاج ان احنا نهتم شويه بمساله تنظيم المعلومات وترتيبها وعمل قواعد بيانات ونستفيد منها في عمل ابلكيشن لمواجهه هذه الاخبار الزائفه. وعلى فكره الكلام ده كله دلوقتي بيتعمل بواسطه انظمه الذكاء الاصطناعي. طيب طيب دكتور محمود، يعني البعض بيتساءل من جانب اخر، حضرتك كاستاذ اعلام يمكن في الكثير من الاوقات الماضيه بعض المحللين قالوا ان الاعلام ينقصه الكثير حتى يكون حائط صد امام الشائعات التي يتم نشرها من قبل جماعه الاخوان الارهابيه حتى عن طريق قنوات الاتصال الخاصه بهم. ايه اللي بينقص يا فندم الاعلام المصري؟ شوفي، انا مش من النوع اللي بحب اهيل التراب على كل شيء. انا شايف ان في جهد طيب يبذل في الاعلام وفي برامج بتحاول ان هي توعي المواطن بدي البرنامج زي اللي احنا فيه دلوقتي، وكان ممكن تستبدلوه ببرنامج لطيف ترفيهي فنانه بتطلع وتقعد تحكي ذكرياتها والمذيعه مبسوطه صح؟ هنا فكره ان انا اقدم برنامج مفيد للناس ويوعيهم، لا ده موجود. يعني اذا في جهد بيبذل من بعض القنوات بلا شك، وفي جهد بيبذل من بعض الصحف. يعني بمعنى ايه؟ انه في تغطيات مثلا تمت الاسبوع اللي فات حول القمه الافريقيه ورئاسه مجلس الاتحاد الافريقي كانت اكثر من رائعه. سي بي سي هنا مثلا انا شفت اكثر من تقرير تسجيلي عن العلاقات مع المانيا ممتازين اتذاعوا الفتره اللي فاتت. ففي جهد بيبذل بلا شك في الاعلام، لكن احنا محتاجين الى مزيد من الاحترافيه في العمل. بمعنى ايه؟ بمعنى انه عندما ياتي معلومه لمحرر عليه ان يدقق فيها، وبالذات بقى هي دي الشائعات. بمعنى المعلومه دي عشان يقول صح او غلط مين المستفيد؟ طب لو قارنتها بمعلومات اخرى هل هي منطقيه؟ هل اذا نشرت بهذا الشكل هل هناك جهات هتتضرر؟ هل هناك جهات هتستفيد؟ طيب ما هي مصادرها؟ طب هل ممكن يكون في مصادر اخرى؟ طب ليه ما تصلش بالمصادر؟ هنا مزيد من تفعيل المهنيه والاحترافيه والبعد عن فكره السبق قبل الدقه هنحتاجه الحقيقه الفتره الجايه اكتر. ايضا محتاجين بعض يعني جوانب التخصص في الإعلام محتاجة تعمق، بمعنى محتاجين بعض
قنوات وبعض برامج متخصصة في الشؤون الاقتصادية. احنا عندنا يعني في نهضة اقتصادية وفي بدايات لوصول مستثمرين محتاجين مزيد من البرامج الاقتصادية. ايضا شؤون الطفل، يعني غير ممكن ما يبقاش عندنا قناة للطفل حتى الان متخصصة. ايضا الاشياء الخاصة بالمرأة غير الطبيخ، يعني احنا لقينا كم من القنوات اللي بتاع الطبخ جميله جدا وكلنا بنقعد مرة شخصيا ساعات بقعد اتفرج عليها، لكن في مثلا حمله لطيفه هتعملها الشؤون الاجتماعيه حوالين الطلاق وتوعيه الناس. احنا محتاجين برضو اهتمام بموضوعات مرتبطه بالاسره، زي ما بتشوفي صفحات الحوادث ما شاء الله، جرائم المراه وجرائم الاسره وبقت زايده. يمكن ده يخليني اروح مع حضرتك لنقطه اخرى وهو ما يتعلق بالشباب تحديدا. يعني عمليه نشر الشائعات بتستهدف الشباب بالدرجه الاولى، وبتعمل على نشر الشائعات بين الشباب، يعني كونهم الفئه الاكبر على مواقع التواصل الاجتماعي. كيف يمكن تحصين الشباب يا فندم في هذه الفتره؟ انت عندك في حاجتين لازم يتعملوا. الحاجه الاولى ان انا لابد ان انا يبقى عندي شفافيه وافصاح و أقول كل يوم الجديد اللي عندي، ده نمرة واحد. نمرة اتنين، أي أخبار مغلوطة أو مدسوسة أو زائفة لابد أيضا أن أتابعها بقدر الإمكان. بقول بقدر الإمكان ليه؟ لأن بعض الشائعات بيبقى الهدف إن أنا أعيد ترديدها، يعني أرد عليها عشان اللي ما أسمعهاش يسمعها. فلابد، لكن أنا يهمني هنا حاجة مثلا يا ريت نبدأ نعملها في المدارس، بتتعمل في البرازيل وبتتعمل في فرنسا، حاجه دروس اسمها في التربيه الاعلاميه. بمعنى ايه؟ ان انا باجي لاطفال، في اطفال في مدارس مثلا في فرنسا بدات بعض المناطق او الجهات التعليميه تجيب لهم رؤساء تحرير، رؤساء خدمات اذاعيه، يخشوا معاهم الفصل ويبداوا يعرضوا عليهم اخبار ويقول لهم الاخبار دي غلط وهدفها كذا ولازم ناخد بالنا، ويعرض عليهم اخبار تانية يقول لهم الاخبار دي سليمه، وبعدين يعرض عليهم اخبار جديده ويقول لهم ايه رايكم فيها. فبيبدا يتعمل حاجه اسمها ميديا ليترسي، اللي هي ايه؟ ازاي الشخص يبقى عنده وعي بالتعامل مع الصحافه، الاذاعه، التلفزيون، والاخطر السوشيال ميديا. ليه؟ لان انت النهارده حضرتك انت اللي بتتعاملي مع السوشيال ميديا في مصر عدوا 40 مليون طبعا. طيب فهنا والناس بتثق فيها ثقه عمياء بحكم ان هي الوسيله الوحيده اللي بتمكنني ان اقول كل اللي نفسي فيه واتفاعل مع الاخرين، وعندي احساس ان في خصوصيه شديده جدا رغم ان ما فيهاش خصوصيه. العالم كله يتابعني ويراقبني فهنا فكره التربيه الاعلاميه او نشر الوعي الاعلامي، بمعنى ايه؟ انه الانسان يبقى عنده ما يطلق عليه الحس النقدي في التعامل مع وسائل الاعلام. بمعنى بعد فتره خلاص من بشوف قنوات، عارف القناه دي كريدبل، يعني لها مصداقيه، القناه دي متخصصه في نشر الشائعات، القناه دي اللي بتدعم كذا، القناه دي عدوانيه، القناه دي معتدله. ايضا انه الاعلام ده ليس بريئا 100%، لا، الاعلام ده لا يعبر عن الواقع الاجتماعي 100%، لا، الاعلام بيعبر عن الواقع من وجهه نظر الممولين والموجهين. كل الكلام ده بدا العالم ينتبه له، لدرجه بداوا ينزلوا للولاد في ابتدائي واعدادي وثانوي. نفس الحكايه في البرازيل، شوفي دولتين مختلفتين برضه بيتعمل هذا الكلام في المدارس، في المانيا نفس الحكايه، بحيث يبقى الطفل عنده نوع من الوعي والحس الاعلامي بحيث ما يضحكش عليه. صحيح. فممكن نبدا نفكر في الموضوع ده، خاصه ان احنا ما شاء الله النهارده اي طفل ماشي شايل الموبايل 24 ساعه، وبعدين ايه؟ مع دي كمان استغلوها بقى انه بداوا يعملوا نوع من التحذير من السوشيال ميديا ادكشن، من ادمان السوشيال ميديا. صحيح. لانه يعني برضه بدا يبقى في ظاهره ان الناس بدات تصحى على السوشيال ميديا وتنام على السوشيال ميديا، تكلم بعض على السوشيال ميديا، حتى لو مجموعه من المدمنين
للسوشيال ميديا. صحيح دكتور محمود، يمكن حضرتك اتكلمت عن الوعي الاعلامي، خليني ادب مع حضرتك لبعض الشائعات اللي تم تداولها الاسبوع الماضي. هل المواطن المصري يعني قادر على نشر الشائعات حتى ولو كان واضح انها مغلوطه؟ يعني اخر شائعه كانت معانا النهارده ما تتعلق بوزاره الاثار، ان الدكتور وزير الاثار قال ان من لم يقم بزياره الاهرامات اخر 5 سنين سيتم سحب منه الجنسيه المصريه. طبعا هذه الشائعه تم تداولها على نطاق واسع على السوشيال ميديا لدرجه ان وزاره الاثار ردت على هذه الشائعه. لا شوفي، يعني ايه، لاول مره بصي العالم دايما يعني الاكاديميين وبتوع علم النفس بيصنفوا الشائعات لعشرات التصنيفات، لكن الا الشائعه الكوميديه. دي تصنيف جديد اسمه الشائعه الكوميديه، واضح اللي عمل هذه الشائعه كان مسطول. لان غير منطقي بقى ايه؟ يعني يمكن من ضمن الحاجات اللي لازم الواحد يفكر فيها لما بيقرا اي خبر، هل هو منطقي ولا غير منطقي؟ يعني قبل ان هو كريدبل، يعني مش منطقي على الاطلاق. يعني هنا العقل يعني زينة زي ما بيقولوا يعني. طب يا فندم ليه دايما فطبعا ايه واضح انه لا، يعني دي شائعة كوميدية، يعني الغرض منها اضحاك الناس يعني. طب يا فندم ليه الاخبار المغلوطة بتنتشر بشكل اكبر بكتير جدا من الاخبار الصحيحة حتى بعد يعني تكذيبها؟ على فكرة حضرتك بتقولي ده البحوث اثبتته فعلا، يعني انه الاخبار الزائفة والكاذبة بتنتشر. و قالوا كمان حاجتين لازم برضو ننبه ليهم، ان الناس كبار السن بيصدقوا الاخبار الزائفه اكتر من فعلا والمتشددين بيصدقوا. فيعني دي من ضمن الايه، يعني يمكن دي معلومه جديده بالنسبه لي ان كبار السن بيصدقوا المعلومات، لان انا كنت متوقع ان كبار السن عندهم يعني الوعي ان هم يفندوا الاخبار بشكل اكبر. هو يمكن اقول لحضرتك يمكن يكون احد التفسيرات اللي اتقالت في دوت انه احيانا ما بتبقاش الذاكره قادره على استرجاع معلومات مضاده تقدر تنفي او تؤكد، وبالتالي بيصدقوا. اما المتشددين فبتيجي على هواهم احيانا بعض الاخبار. طيب دكتور محمود، يعني طبعا الاجندات المخالفه للاجنده المصريه او الاجندات اللي بيتم وضعها من جانب القنوات اللي بتعمل على ترويج الشائعات ليها اجنده، ليها اهداف محدده واليات محدده. بالنسبه للاجنده المصريه هنا داخل مصر حتى ولو في الفتره القادمه، ما الذي يجب ان تتضمنها؟ ماذا يجب ان تتضمن الاجنده المصريه الفتره القادمه لمواجهه الشائعات؟ يعني انا بقول لحضرتك هي فكره الشفافيه والافصاح، دي تبقى مطلوبه. كل الاخبار، كل ما يحدث في المجتمع أول بأول لابد أن يصل للرأي العام بالقدر طبعا اللي يتسب بالحفاظ على الأسرار والمصالح القومية بلا شك. فده لازم يبقى مبدأنا. نمرة 2، أنه لابد من الرد على أي شائعات تحدث يوميا. لكن نحن نحتاج، يمكن أنت حضرتك بتقصدي، نحن نحتاج إلى نوع من التحديث المستمر للمنظومة الإعلامية من حيث المحتوى ومن حيث الشكل. بمعنى ايه؟ بمعنى يعني في ظل المنافسة اللي موجودة من الفضائيات ومن المواقع، علينا ان احنا نشوف جمهورنا يستقي اخباره منين. يعني انا بدعو هنا القنوات وبدعو وسائل الاعلام ان تبدأ تدور على اجندة المواطن المصري، ايه اهتماماته، مصادر معلوماته ايه، ايه مصادر المعلومات من وسائل الإعلام التقليدية ومن الوسائل الجديدة ومن السوشيال ميديا وحتى بالتواصل الشخصي، إيه المصادر الأكثر ثقة ومصداقية وإيه العكس، وأبدأ أشوف أيضا إيه اهتماماته. يعني النهاردة إيه اهتمامات المواطن، ليه إحنا مقصرين في التعرف على اهتمامات المواطن وقياسات الرأي العام. يعني مثلا من حوالي شهر قبل معرض الكتاب بيومين، يعني كنت مع غيري من الناس عايش في يعني اكذوبه ان احنا ما بنقراش. فوجئت، طبعا تفاجئنا يعني بالاقبال الشديده. لا فوجئت، لا غير قبل المعرض، انه في احصائيات من اكتر من مكان قعدت برضه اتحرى عنها، انه مصر الدوله الخامسه في العالم في معدلات القراءه. طيب ده معناه ايه؟ معناه ان احنا محتاجين نعرف. بينما ايه احد
يعني مسؤول سابق مره بتكلم معاه عن حاجه كده، فقال لي احنا شعب ما بيقراش. معتمد على ايه؟ على تقرير من تقارير اليونسكو من 12 سنه. فاحنا محتاجين نشوف جمهورنا، ويمكن جاء معرض الكتاب ليؤكد اننا شعب قارئ، وانه الناس اللي كانت بتقف على الطوابير واللي كانوا بره المعرض اكتر من اللي كانوا، لدرجه ان في بعض الايام كان في مشكله لانه كان فاضل ساعه وكان عدد كبير جدا بره. صحيح. فاحنا محتاجين نفهم جمهورنا اكتر من خلال دراسات وبحوث، عشان لما نيجي نخطط لهذا الجمهور، خاصه ان احنا ايه يعني اعتقد ان احنا في عمليه اعاده هيكله بتحصل دلوقتي بكل وسائل الاعلام. صحيح. وفي افكار جديده بتتعمل، وفي قنوات اتعملت، وفي قنوات هتتعمل، وفي احتمال يبقى في مواقع جديده هتطلع واصدارات صحفيه. نعم. فمحتاجين مزيد من الفهم لاحتياجات جمهورنا والمؤثرات اللي حواليه والمصادر المعلوماتيه اللي بيعتمد عليها. يمكن حضرتك ايضا في بدايه حديثك او في وسط حديثك يا فندم تكلمت عن انواع الشائعات لما كنا بنتكلم عن وزاره الاعلام. ما هي انواع الشائعات لو جينا نفندها؟ يعني في يعني ايه؟ في يعني تعبير كده انا شخصيا مؤمن بيه جدا، انه الشائعات بتعبر عن احلام ومخاوف. احلام البعض ومخاوف البعض. من هنا بيقسموا الشائعات الى شائعات الخوف، شائعات الامل، شائعات بيسموها شائعات زاحفة، في شائعات ايضا بيبقى دق الاسفين، بيسموها شائعات دق الاسفين، في شائعات بتمهد لاشياء، في شائعات بتكمل اعمال اخرى بتبقى موجوده، يعني في تصنيفات. لك انا بقول لك انا مؤمن بفكره انه هناك حلم الشائعه بتغذيه، هناك مخاوف بتشتغل عليها، هناك فراغات ناقصه في المعلومات عن بعض الاحداث وبعض الظواهر بتحاول الشائعه ان هي تشتغل عليه. الشطاره هنا ايه؟ ان انا ما سيبش يعني اي حدث الا ما اقول كل التفصيلات، بمعنى انا بشتغل في العاصمه الاداريه، يبقى زي ما بيحصل كل يوم اقول الجديد. انا عملت مثلا تعديلات في قانون تنظيم الجامعات من يومين، فلابد ان انشر كل التفاصيل. غياب النشر في اي شيء يحدث فيه تعديل بيفتح الباب ليه؟ لان انا التساؤلات. الشائعه هدفها ايه؟ الشائعه هدفها ان انا اجي في مرحله معينه واعمل نوع من التوجيه للراي العام، اعمل له ارباك، اعمل له نوع من تشويه الصوره، اغتيال شخصيه معينه، تحطيم مثل او نموذج، دق اسفين بين الشعب والقياده، افساد علاقه بدوله حليفه او صديقه او شقيقه. فهنا مفيش شائعه هدفها نبيل ولا هدفها طيب، الا شائعه الايه زياره الهرم دي شائعه يعني هدفها التسليه والترفيه، وده نوع جديد. طبعا يعني انا اتشرفت بحضورك يا فندم دكتور محمود عالم الدين، استاذ الصحافه بكليه الاعلام وعضو الهيئه الوطنيه للصحافه. شكرا جدا لحضرتك. شكرا يا فندم، واستفدت من وجودي حضرتك. شكرا النهارده. يعني ايه حديث ممتاز، وحضرتك حضرتيه بشكل متميز. شكرا لحضرتك. مشاهدينا بشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعه، كنت معكم في هذه الحلقه من شائعات وحقائق، انا نانسي نور، الى اللقاء.